واش لا فامي، السلام عليكم. نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله الخوت. المهم الخوت انا بخير الحمد لله في هذه الساعه الخوت. المهم الخوت بغيت نقول لكم واحد الحاجه الخوت، بغيت نشكر اي واحد اخوتي اللي دخل عندي القناه وتابونا معايا، شكرا لكم بزاف كاملين بكم الخوت ومرحبا بكم عندي الخوت. المهم الخوت جبلتوني دابا اخوتي ماشي نتسخر وماشي نشري الحوت. المهم اخوتي شحال ما كليت الحوت، توحشت الحوت وتشاهيت الحوت، وغادي نمشي نشري الحوت الخوت. خليكم معنا، تحياتي لكم على فامي. المهم على فامي جبلتوني دابا وصلت عند مول الحوت، غادي ندخل لعندو دابا كما كتشوفوا معنا فين هو، ها هو حدايا. المهم هاد مول الحوت هذا مغربي الخوت، كيبيع الحوت. اول نوبه غادي نتسخر من عندو، غادي ندخل اخوتي نشوف الاثمنه ديال الحوت شحال كتعمل وهداك. المهم الله اعلم واش يخليني نصور ولا ما يخلينيش. المهم تحياتي لكم، بقاو معنا. يا ولا فامي، المهم اخوتي جبرتوني اخوتي تسخرت، مشيت شريت الحوت، هو فين هو الحوت. المهم مشيت السمك ديالي دابا، جبرتوني هنايا كنتسنى الطوبيس الخوت، كنتسنى الطوبيس هو هنايا. غادي نطلع حاليا للدار ان شاء الله الخوت، سمعتوني غادي نطلع حاليا للدار. المهم اخوتي بغيت نقول لكم واحد الحاجه اخوتي، شاد لكم من هذه اللي هنايا، البلديه اللي هنايا، هنايا هذه اخوتي هي اللي عطاتني الوراق هنايا، سمعتوني هي اللي عطاتني الوراق هنايا في البلاصه اللي ساكن فيها. المهم اخوتي وبغيت نشرحكم اخوتي واحد الحاجه اخوتي على حساب البالمي الخوت، بغيت ننصح بها اخوتي اللي باقي نعاد جايين هنا لاوروبا. اخوتي احسن حاجه تعدلوها في حياتكم الا بغيتوا، الا كنتوا ناويين باغي تجي لاوروبا، عدل البالمي ديالك في بلادك، يا بالمي د الطونوبر، يا بالمي د كاميون ولا دكار. المهم الا عملتي البالمي ديالك وجيتي لهنايا وربي سهل عليك، ان شاء الله غادي تبدل البالمي ديالك. الا دفعتي الوراق ديالك وجاوبوا لك في الوراق تقدر تبدل البالمي ديالك. المهم البالمي ديال الطونوبر باش تبدلو ساهل دغيا، كتمشي عندهم كتقول لهم انا عندي بيرمي مغربي بغيت ندفعو بغيت نبدلو. المهم كيبدلوه لك دغيا اخوتي، كيبدلوه لك، ولكن بيرمي ديال الكاميون وبيرمي ديال الطونوبر ما كيبدلو لكش دغيا. خاصك واحد الحاجه تعدلها. شنو هي هذه الحاجه؟ الحاجه اللي خاصك تعدلها اخوتي، خاصك دوز لا براتيك ضروري. المهم ما كدوزش امتحان ديال القرايه، كدوز هي لا براتيك، هي السوقات. الا شافوك كتعرف تسوق مزيان صافي كيبدلو لك البيرمي ديالك، ولكن خاصك يكون عندك البيرمي ديال المغرب باش تبدلو هنايا. وبيرمي ديال المغرب خاصك ان فوا تدفع الوراق هنايا، يجاوبوك في الوراق خاصك تدفعو، سمعتوني. بيرمي ديال كاميون وبيرمي ديال كار خاصك ضروري تدوز عليه امتحان، امتحان خاصك دوزو الخوت، امتحان ديال السوقان. الا نجحتي في امتحان ديال السوقان صافي كيعطيوك البيرمي ديالك الخوت. واش هادشي اللي بغيت نقول لكم اخوتي، وتحياتي لكم. دابا جبرتوني كنتسنى الطوبيس، غادي نطلع فحالي الخوت دابا، غادي نطلع فحالي للدار وغادي نطيب هاد الحويته تادوما، توحشت الحوت. وبغيتكم تشوفوا اخوتي لا رياكسيون ديال المراه ديالي اخوتي، ما كتحملش الناس مع هاد الحوت. تحياتي لكم الخوت، والسلام عليكم، خليكم معنا لا فامي. جبرتوني دخلت للطوبيس، غادي نطلع بحالي ان شاء الله اخوتي للدار. المهم خليكم معنا، ملي غادي نوصلوا للدار غادي تشوفوا شنو كاين اخوتي. تحياتي لكم كاملين بكم انا فامي.
مي جبرتوني يلاه دخلت فحالي للدار الخوت. المهم شنو نقول لكم، الحوت اللي شريت غادي نوري لكم دابا الحوت اللي شريت. المهم شريت هذا الحوت، هذا الدورات ها هو فين هو، ها هو كيبان لكم الدورات لي ابروش ان بو. المهم شريت هذا الدورات هذا، شوف اخوتي هاد جوج الدورات هادوما، يا جوج هادوما ب 100 درهم الخوت، 100 درهم الخوت بجوج فيهم عندنا الحوت غالي غالي بزاف. المهم وشريت هاد الحوت هذا، اللي كيعرف هاد الحوت هذا نسيت له الاسم ديالو، هاد الحوت هذا هي كيعجبني الخوت كنقليه، فهمتي كنقليه مع الطحين نتوما عارفين اخوتي توحشت الحوت. ودابا اخوتي غادي نبريباري ان شاء الله، وغادي نوري لكم اخوتي شني بريباريت، وتحياتي لكم على فامي، وخليكم معنا وشكرا لكم بزاف سي بوستو. المهم على فامي شنقول لكم، الطاجين انا وجدته الخوت فهمتي. المهم ما بغيتش نطول عليكم في فيديو، نوري لكم كيفاش عدلت له كيفاش هادي. المهم انا وجدته ونزلته هدايا، ودابا كنتسنى باش ندخلو الفران الخوت، نعمل له بابي الومنيوم وندخلو الفران يطيب. وبغيتكم تشوفوا الطاجين كيفاش عامل، وخليكم معنا ثم تشوفوا واحد جوج ثلاثه. المهم الطاجين ها هو فين هو الخوت، هايدا خرج كما كتشوفوا معنا، ندخلو الفران ان شاء الله. جد دوراداس مثل الشرميله ديالها، الليمونه ضروري الليمون، بصله، بطاطا، شويه د مطيشه، الله يجعل البركه الخوت. المهم هذا هو الطاجين، دابا نعملو له كوبي الومنيوم فوق منه، وغادي ندخلو الفران ان شاء الله. انا رجعت معكم لا فامي. المهم الطاجين ديالنا واخيرا وجد، دابا غادي نوريكم الطاجين ديالنا وجد. المهم الخوت قبيلات انا كنتسنى فيه يوجد، كان متوجد. المهم اخوتي الطاجين هو هذا، هو كما كتشوفوا معنا الطاجين ها هو فين هو، هذا هو الطاجين. المهم قرملتو الخوت، والطاجين هذا الخوت راه دزوه فريا لا فامي سمعتوني، حيت انا اخوتي تنقول لكم 10 سنين 10 سنوات وانا عايش زفري، لا حبيب لا رحيم لا يما لا بابا الخوت سمعتوني اخوتي. المهم دابا الحمد لله يا ربي، ربي سهل علينا وليداتنا، الدويره ديالنا قوريه ديالنا، المهم بخير غريقات الحمد لله. المهم اللي مرضي الوالدين ربي ما عمره ما يخيبوا الخوت، شي اللي بغيت نقول لكم، والله يسهل على اي واحد، والله يسهل على الجميع المسلمين ان شاء الله يا ربي. المهم اخوتي ناي كيتسالى في فيديو الخوت، واحد الحاجه اخوتي ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، واللي باقي متابوناش يتابونا معنا في القناه، واللايك اللايك اللايك، تحياتي لكم، السلام عليكم.